لكن أنا ودي أسأل يا شيخ، أنتم الآن عندكم الآن نقطة تماس مع المريض، وفي لا شك أكيد بعض التدابير والسياسات في التعامل مع المريض إذا كان مثلا مشكوك إن حالة مشتبهة، كيف تتعاملون معه للحماية الطرفين؟ طبعا طبعا بداية الحالة الإسعافية تبدأ من الاتصال على 997 من غرفة العمليات. أيوة. وعندنا يعني أسئلة لابد أنه يسألها، مجموعة معلومات، مجموعة معلومات توحي أو تعطي انطباع قبل انتقال الفرقة. عن نسبة مثلا وجود الاشتباه أو الاشتباه، هذا يسأل المريض، يسأل المبلغ أو المريض بالتلفون من غرفة العمليات. بعدها تمرر الى مثل ايش الاسئله عفوا؟ يعني هل الاسئله اللي طبعا صرحت عنها الجهه المعنيه اللي هي وزاره الصحه طبعا، اللي هي هل في خلال 14 يوم جاي من سفر، هل عندك مخالطه طرف اخر، طرف آخر مصاب في بكورونا، اضافه الى هل لديك ارتفاع في الحراره، ضيق في التنفس، الاعراض كلها، الاعراض هذه يسال، فلها يعني عدد من نسبة معينة عندنا في غرفة العمليات من خلالها تعطي انطباع إلى الزملاء. طيب، خلنا نأخذ معك المسارين، يعني المسار إن شاء الله نطيب وبخير، واكتشفتوا أنه لا والله أمور مبشرة وطيبة ولا ترون أن هذا اشتباه لكورونا، كيف تعمل معه؟ طبعا في جميع الحالات احنا نقدم خدمة إسعافية في مثل ضرب. هذه الظروف عندنا أولويات. طبعا الحالات يعني في حالات ما تتطلب الى وجود سياره اسعاف، في حالات لا، لابد ان تنتقل لها سياره الاسعاف وتقوم بالعمليه الاسعافيه. طيب، والمسار الثاني؟ واذا كان المسار الثاني واكتشفنا ان اغلب الاسئله اللي انتم سويتوها والاختبار انها تشير انه مصاب او انه في اشتباه كورونا، طبعا تنتقل للفرقه ممرر لها المعلومات عن طريق الجهاز، تكون جاهزه عند وصولها للموقع. طبعا تكون يعني اللبس الوقائي لهم جاهز وعلى دراية هم وعلى علم في كيفية استخدامه، التعامل مع الحالة مباشرة، نقلها لأحد. طبعا هذه في تعاون كبير ما بيننا وبين وزارة الصحة في استقبال الحالات طبعا للعزل أو للاشتباه أو الأمور اللي مثل هذه، فيتم نقلها إلى المستشفى. بعدها نبدأ المرحلة الثانية اللي هي مرحلة تعقيم سيارة الإسعاف في عدة نقاط موزعة على المراكز الإسعافية، تعقم السيارة بالكامل، تتوقف عن العمل. نعم، تخرج عن العمل فترة يعني إلى حين انتهاء مدة التعقيم، وتعقم السيارة بكاملها. نعم، ومقدمي الخدمة. طيب، نعم، ومقدمي الخدمة طبعا تخلص من اللبس الوقائي هذا، يعني لله الحمد يحميهم من التعرض لمثل هذه الأوبئة، لكنه ما يعزل ولا يتوقف العمل لأنه أصلا هو أصلا عازل نفسه. لا إن شاء الله، لأنه هو كيفية التعامل معها، هو عنده دراية على وعي وقائية كيف يتعامل مع الحالة. جميل جدا، جيد. وأنتم تقوم بتسليمها الآن للمستشفى. نعم، ثم المستشفى تباشر. صحيح، تباشر إجراءات الداخلية اللي في داخل المستشفى بشكل كامل. أنا بسأل سؤال وسامحني على هذا، يعني هل ممكن أحد يجي يتلاعب، يتصل متلاعبا في ظل هذه الأزمة، ولا الناس يشعرون بالمسؤولية الكبرى؟ إحنا والأصل أنهم جادين، يعني نراهن على وعي أحسنت المجتمع، و نتعامل مع الاتصال على 997 أي اتصال أنه اتصال حقيقي وإسعافي. في حالات شاذة يعني لا تستحق الذكر، لكن التعامل من قبل غرفة العمليات على وعي أنه اللي متصل يحتاج إلى خدمة، والناس على دراية أنه نعم، أنه الرقم هذا إسعافي في حال الحاجة. طيب.